مزياناش هاد الساعه هادي، راه مزيانه الموظفين بحال النسبه الحريفيه راه ما خداماش ليهم. حنا اللحم كيطلع حتى ل 9 10 غنعاودو نطلعو مع 8 الطبيب راه ما كيجي حتى ل 10. راه هادشي هاد الساعه هادي راه قلبت عباد الله كامله. لا مناسبه مزيانه، كتنوض الصباح بكري وعشيه ثاني تمشي بكري، ما تقدي شغل اخرين، بغيت تقضي شغلك ولا شي حاجه تقضي. غير مناسبه الناس اللي خدامين فهمتيني، هما دابا اللي قارين وداك الشيء هما اللي مزيانه ليهم، هما دابا اللي ما عندهمش سميجو خدمه لا والو مزيانه. الساعه اللي تزاد دابا مناسبه، التوقيت مناسب لانها من فازن كتفيق الصباح بكري كتصلي الفجر كتلقى مستوق سمين كتسالي مع السبعة لاروب، يعني السبعة لاروب صافي النهار طلع راه صافي الناس كتمشي تخدم على راسها، يعني مناسبه بالنسبه لي انا. بالنسبه للدوله غتوفر لها شويه الطاقه، الناس غتولي في العشيه تخرج بكري تنعس بكري، المهم الناس غتولي تلقى الوقت فين ملي تسالي الخدمه ديالها غتلقى فين تخرج فين تدور، غيبقى الوقت تيس. الساعه جديده انا ما عندي حتى شي مشكل، كتزادش كما تزادش، يعني خدام على الوقت القديم وصافي. اصلا انا كاع ما خدام عليها باش اشوافقني ولا ما اشوافقنيش. بالنسبه للموظفين اشوافقهم بالنسبه لي انا. اخويا الساعه راه كاع ما مناسبانا حنا، اخويا حنا كنفيقوا مع الصباح كنمشيو للمدرسه كنبقاو ناعسين اخويا. وراه هادشي ماشي معقول، هادشي صافي حيدوا لينا هاد الساعة. فيما يخص الساعة الإضافية هي من الجانب الاقتصادي جد مهمة لبعض القطاعات ما يخص بهذا المفهوم إن صح التعبير بالنسبة للدولة. بالنسبة للمواطن بالنسبة لي أنا جد عادية، بعض المواطنين ما كيتقبلوهاش. هذه ساعة فيما يخص الاقتصاد وعدم التبذير فيما يخص المصالح العمومية بما فيها الإنارة والكاربيرون، وأي حاجة تنفع بها الدولة راه مزيانة حنا معاها. خويا الساعة القديمة الساعة الجديدة اللي زادوا راه ما خداماش. بالنسبة للموظفين والناس اللي عندهم واحد الصالير كيشدوا في آخر الشهر بالنسبة لهم راه إيجابية، أما بالنسبة لواحد اللي خدام ولا اللي مازال كيقلب على سميتو راه ما خداماش. مزيانه كتساعد المواطنين باش كاين اللي كيخرج في المدرسه بكري بحال كاين اللي عنده 6 كيخرج مع 5 كيمشي لدارهم كيمشي بكري. بالنسبه للدراري الصغار كديهاشهم كيبقاو ناعسين كينوضوا مرتاحينش، ولا بقاو الساعه الاولى كتكون مزيانه كاين الدري يسبع نعاس ينوض من دراسو عادي بحال دابا كينوضوا مرولين. لا خويا ما مزياناش كاع ما مناسباني لحقاش، انا كنبغي نفيق الصباح بكري وكذا وهذي خصني الصباح ناعس، ثم انا ديال راسي خصني نفيق على خاطري. مزيانه الامور مزيانه ليها، مزيانه لك كتعدى مثلا خدامه تمشي تخدم تجي عندها وقت بحال دابا حنا خدامين حنا كاين عندنا وقت. بالنسبه للدراري الصغار ما كيتحملوه. مزيانه ولا مزيانه؟ اخبار.